السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالى. ما بين المواضيع الحساسه في هذه السنوات الاخيره اللي كنعيشوها هو الموضوع ديال اليوم هو التسامح. وبغينا نستجوب الاستاذ رضا على الظاهره هذه ويعطينا الراي ديالو. تفضل استاذ رضا. اهلا وسهلا. شكرا للبطل محمد الخريبي كتلميذ في مؤسسه وكبطل عندنا هنا في النادي ديالنا. شكرا لك حيت فكرتي فيا نكون من بين الناس اللي دير معاهم الاستجواب هذا في اطار الموضوع اللي هو حساس، موضوع الساعه والموضوع اللي هو تخص المجتمع ديالنا ككل، صغير كبير، يعني جميع الفئات، الا وهو موضوع التسامح. قبل كل شيء كنقدم لكم راسي، رضا الاسمر، بطل المغرب 5 مرات على التوالي، بطل الابطال مرتين على التوالي، بطل كاس العرش 5 مرات على التوالي، بطل دولي 3 مرات، وعد عده مشاركات دوليه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وحزم اسود الدرجه الثالثه في الكاراتي شوتوكان. سي محمد مرحبا بك عندي في النادي ديالنا اللي هو اسبقيه النادي ديالكم. كلنا ترحيب لك في إطار الموضوع فيما يخص الموضوع، ونحن دائما سند لكم كأبطال ديالنا وكتلاميذ وكشباب وكمستقبل ديال هذه البلاد هذه. شكرا عليكم ومرحبا. شكرا استاذ. بغينا نعرفوا الراي ديالكم انتما كأبطال المغرب على ظاهره التسامح. كيفاش كتعيشوا انتما أبطال هذه الظاهره هذه؟ يعني واش كيكون بعد المقابلات ديالكم في بعض المباريات، واش من بعد داك الشيء واش كيكون واحد التسامح، واحد ولا كيبقى داك الشيء يعني كيبقى داخل داك المباراه ملي كتخرجوا برا يعني كتكملوا عادي يعني مسامحين بحال الخرج؟ غادي نهضروا في اطار رياضه الكاراتي. الرياضه اخلاق تربيه قبل ان تكون ممارسه، هذا هو الشعار ديال الرياضه عموما. فيما يخص يعني غادي نهضروا على التسامح في داخل هذه اللعبه هذه، وغادي نهضروا يعني كمجتمع، يعني التسامح الدور ديالو يعني كمجتمع حنا كنعيشوه، وغادي نهضر يعني بخصوص يعني كرياضي ولا كمقاتل داخل الحلبة. بالنسبه للمقابلات اللي كتكون يعني سواء كانت محليات وكانت وطنيات وكانت دوليه، فيعني ما كيكونش معيار بالنسبه لنا في من الناحيه هذه. داخل الحلبة كتكون مقاتل، يعني حنا كنقولوا الروح الرياضيه سي بون، ولكن الروح الرياضيه داخل المقابله فاش كينطلق الوقت ديال المقابله كيكون ديك الساعات الروح القتاليه، ما كتكونش الروح الرياضيه، كتكون الروح القتاليه. الروح القتاليه من اجل اش؟ من اجل اللقب، يعني اللي غتفرح به انت، النادي ديالك، المدينه ديالك، اولا البلاد ديالك. ولكن هادشي هذا ما كيعنيش على انك تكون يعني شرس في اللعب ديالك، ولا تكون كتبغي الاذيه للادفيرسير ديالك، ولا غتادي به شي 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 وعكه اللي غادي تكون مستديمه او ما يخص ذلك. يعني داخل الحلبة كتكون مقاتل، فاش كتنطلق المقابله كتكون الروح القتاليه. كتسالي المقابله مثلا ربحتي ولا خسرتي، مفروض عليك ضروري ومؤكد انك تعنق الخصم ديالك وتسامح معاه، وكتعطيه واحد لوصالي اللي هو كيكون يعني كيكون احترام متبادل. فاش كنعطي داك التحيه للخصم ديالي كيكون داك احترام متبادل، مادام انني نحنيت باش نعطيه التحيه الا اني الا وانني كنقدره وكنحترمه. والرياضه بصفه عامه راه كتعلمنا من اصله، كتعلمنا التسامح، وكتعلم الشخص انه يتحكم في الاعصاب ديالو ويمتلك الروح ديالو ويهذب النفس ديالو. يعني خلاصه القول، التسامح ضروري وهو المبدا، هو المبدا الرياضي اصلا هو التسامح، وهذا الشيء علاش تيدير الانسان الرياضه. وداك الكومبا يعني كتكون المده ديالها واحد 3 دقائق، يعني ما يمكنش 3 دقائق غادي تتحكم لنا في حياتك كلها. يعني فاش كنهضروا على كومبا كيكون واحد الماتش اللي هو من اجل التتويج، ولكن فاش تسالي ديك المقابله هذيك ضروري من التسامح، ضروري ما كنعانق الخصم ديالي، ضروري ما كنسلم عليه، ضروري ما كنكون انا خايف عليه على انه يكون اداء في داخل النزال. وبالتالي فكنلقاو ان التسامح هو كل شيء من هذا من هذا من هذا الموضوع هذا. نعم استاذ، شكرا لك. وبغينا نسولك على
كنشوفوا حنا اليوم في 2022 يعني كنلقاو بزاف ديال الناس يعني يقدر يكون افراد عائله يقدر يكون اصدقاء مهم بزاف ديال الناس كيتسامح يعني خارج نطاق رياضي يعني كيفاش كيجي كتشي التسامح يعني بين العائلات بين الاخوه بيناتهم نشي تعطيهم شي نصيحه نضرو التسامح داخل المجتمع ديالنا مع الاسف ما بقاش التسامح يعني ولا عندنا الكريتيك بزاف ما بقاش داك القلوب النيره والقلوب الطيبه اللي تسامح و انا يعني نستغل الفرصه ونهضر في هذا الموضوع هذا التسامح خاصو يكون والتسامح شكون اللي يمكن لي نسامح شنو هو الصنف ديال البشر اللي يمكن لي نسامحه فممكنش لي انايا واحد الشخص مثلا اكس كيأذيني وانا غادي نسامحه ونعاود نجدد معاه العلاقه من جديد لا يعني غادي نقولوا على سبيل المثال انا سير مسامحك الدنيا واخره ولكن راه ما يمكنش العلاقه ديالنا ترجع كما كانت حيت راني عارف على انك مازال تعاود تاذيني فاستغل هذه الفرصه ديال انني انا سامحتك ولكن نعطيني اتساع في الدارجه يعني ما نعاودش نجدد العلاقه ديالي مع ذاك الشخص اللي كيكون خبيث عكس ذلك كيكون واحد الشخص كيغلط بطريقه عفويه او لا غير مقصوده يعني كيغلط فقط بطريقه غير مقصوده قدر نتايا تكون عارفه على انه غلط بطريقه غير مقصوده اوتوماتيكمون راك غادي تسامحه ولكن حاجه واحده اخرى قدر انه غلط في حقك وانت ما تعرفش يعني النوع ديال الغلط او لا كيفاش حتى غلط في حقك في انتظار انه يبرر لك او لك يعطيك دلائل او لك يبرر على الموقف ديالو ولا شنو وقع كيعطيك السيتياسيون بالضبط شنو وقع دونك انت ديك الساعات كتولي عارف علاش هاد السيد غلط في حقك وكيفاش حتى غلط في حقك دونك التسامح ضروري وداك الساعات انت كتسامح بلا ما تحس عادي اما فيما يخص مثلا نهضروا يعني كشباب يعني كاين بزاف ديال الناس كياخذوا حزازات بناس دراري على حسب شي يعني شي حوايج بسيطه يعني ما نهضروش على الجزئيات ما نهضروش على الحوايج الصغار يعني هنا حنا نهضروا بصفه عامه يعني شي حوايج بسيطه الانسان كتلقاه حاقد على واحد اخر ولا ما حاملش واحد اخر وكيدير معاه غير شي غلط بسيط كيتسنى داك كيتسمى داك الغلط البسيط كانه فرصه باش يخرج داك الغيث ديالو داك الخبث ديالو فيه نعم زين دونك حنا خصنا نحاولوا ما امكن نحاربوا هاد المسائل هادي نحاربوا داك الحقد نحاربوا راه ما كاينش شي واحد في الدنيا ما كيغيرش ما كاينش واحد شي واحد في الدنيا ما فيهش الحسد وما كاينش ولكن غير هو كاين فرق ما بين واحد انت تجي الغيره او تحسد شي حد ولكن في نفس الوقت كيقول تبارك الله ما شاء الله الله يزيدو ما بين واحد يعني كيشوف شي واحد مزيان ولا وكيحقد عليه وكيتسنى منه غير كيتسنى غير يشوفه ماشي هو هذاك يشوفه طايح يشوفه راسب في حياته الدراسيه او لا في العمليه فكنرجعوا كنقولوا الانسان يحاول ما امكن يختار الاشخاص ويحاول يكون متسامح انا جوج يعني شوف الموضوع بحال لا يعني يبان لك نتايا خرج على الموضوع ولكن ماشي خرج على الموضوع قلت لك اختار الاشخاص علاش يختار الاشخاص ويكون متسامح يعني يختار الاشخاص المناسبين اللي غادي يجيو على الدماغ ديالو على الافكار ديالو اللي غادي ماشي ضروري باش غادي يساندوه في الافكار ديالو لا اللي غادي يجيو على الدماغ ديالو مثلا غادي يشوفوه غادي في واحد الحاجه خايبه غادي ينبهوه غادي يوجهوه غادي ينصحوه فهمتي و الى اختاريت هذا الصنف ديال الاصدقاء وديال ديال ديال الصحاب فكون على يقين غادي تكون متسامح يعني واخا غادي يغلطوا في حقك غتفكر بان هاد الناس هادو راهم كيبغيو لك مصلحتك عكس على انك غادي يكون عندك رفاق السوء ضروري ان فوا غادي يغلط في حقك اوتوماتيكمون غتبقى تفكر غير حوايج خايبه غير داكشي اللي داروا لك خايب كتقول ما يمكنش نسامح هاد الشخص هذا لا خصني نسامحه ولكن نعطيه اتساع علاش لانه هو ما صالحش ليا ما غاديش نستطع انني نزيد في حياتي مزيان مادام انني بالرفقه ديال هاد الناس هادو اذا الانسان يختار الرفقه ديالو علاش كيقول لك هو صديق قبل الطريق
يعني نختار الصديق قبل الطريق، يعني ما غادي نشد المسار ديال الحياه ديالي، خص يكون عندي اصدقاء اللي هما غادي يشدوا معايا المسار حتى هما للنجاح ماشي للفشل ماشي للهويه. الله سبحانه وتعالى كيقول في كتابه العزيز كيقول لكم وسلكوا بانفسكم الى التهلكة. اذا حنا دائما البشر اي حاجه كنديروا كتوقع لنا الا حنا كنديروها بيدينا وكنقولوا مكتبه. نرجعوا للموضوع ديالنا ديال 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 التسامح. انا كنشوف في نظري غلط في حقك شي حد الله يسامح، كان خبيث اعطيه التيسع، كان مزيان وعارف على انه غلط في حقك بلا ما يقصد، فهذا كيبقى يعني خطا. وحاجه واحده اخرى، اذا انسان كيغلط في حقك وكيعاود 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 فهذا كيولي خطا متعمد، فكان ما كنسامحوش ولا حتى سامحنا كنعطيوه التيسع. كنتمنى الميساج ديالي يكون واضح ويكون وصلت الرساله اللي انت اصلا يعني جيتي على قبلها. وميساج اولا رساله للشباب، نحاولوا ما امكن نشوفوا حياتنا الاحسن، نحاولوا ما امكن نشوفوا راسنا فين كنصدموا، نشوفوا ان الوقت مابقاش كتسمح باش نضيعوا الوقت، بالعكس اللي عنده شي فرصه خاصو يستغلها وخاصو يدير الماكسيموم بوسيبل باش يرضي راسو ويرضي عائلته ويخلي والديه مرتاحين. وبالتوفيق لكم سي محمد وشكرا لك. شكرا لك استاذ ديالنا. حنايا كنشكرك كمؤسسه باش مبنى عفان التاهيليه، وشكرا لك خاص مني. وكنشكر الاستاذ ديالنا على هذا اللقاء اللي بغى يدير معنا هذا اللقاء، وكنشكرك بزاف استاذي. شكرا لك استاذي. مرحبا، وكانت فرصه اننا نبارطاجيو واحد الميساج اللي هو فريمون خاصو يتبارطاجا، وكنتمنى هذا الشيء هذا يكون رساله واضحه لمجموعه ديال الشباب، لان حنا بغينا الشباب اللي يكون هو مستقبل ديال البلاد هذه. وبالتوفيق ان شاء الله، تماك التوفيق في الحياه الدراسيه والرياضيه، وبالتوفيق ان شاء الله.